السلام عليكم. اليوم نعرض عليكم الحالة اللي راه موجود عليها محيط ملعب عنابة، خاصة في المنطقة نتاع الفي بي، يعني في الواجهة المدخل نتاع الملعب، واللي يعني آخر الرتوشات نتاع الإشارات نتاع الكونفدراسيون الإفريقية. النقطة السوداء تبقى على حسب الصور اللي عندنا، تبقى قضية الأرضية، القضية اللي يعني تظهر يعني تظهر يعني فيها لازم فيها نيتواياج، لازم يكون فيها تنظيف من حيث الغبار والسينياليزاسيون في الأرضية باش تبين يعني الأماكن تاع المرور تاع السيارات. ونخليكم مع الفيديو هذا، والسلام عليكم.